مشاهدي قناة شوف تيفي، مساءكم سعيد، مرحبا بكم في هذا العاجل والمباشر من طنجة. وهذا الشيء خطير اللي معنا الآن. صعصع اعتدى على أب لستة أبناء بحي المرس بمنطقة بني مكادة وتسبب له في عاهة مستديمة، والزوجة ديالو تحكي تفاصيل صادمة وتقول راجلي مشى يدير التلقيح وتلقى عليه وتعرض عليه في الطريق وضربوه بالجنوية وبغيت القانون ياخذ ليا حقي. غادي نسمعوا تفاصيل أكثر على لسان الزوجة ديال الضحية والأم ديالها. تفضل يا لالا، احكي لنا كيف وقع الزوج. نعاود من الأول. أنايا الراجل ديالي ما كيجلسش من الخدمة، من الدار للخدمة. اليوم عنده التلقيح الثاني. الصباح ماشي عمل التلقيح الثاني وجا جبال الغدا طايب والخص في الفرن. قال لي خصني نتغدى. قلت له الخص باقي لي في الفرن. قال لي أنا غنمشي نجيبها وأنتينا نزل الغدا. داك الشيء اللي عملنا هو بحاله يجيب الخص من الفرن هو السيد تعرض له يضربه لا دون سبب. ضربوه بالشفره من الراس حتى وعيبوا ما عملوا حتى شي حاجه ولا يقولوا حماق هو ماشي حماق. ضربوا الراسو ضربوا الفخده ديالو راه خاطئ هو دابا صحراء في الانعاش في يد الله الحبيب. والسيد راه ما كي والسيد راه ما مريض ما والو عيب ما عملوا ذوك الكواغط ملي تشوفوا يعمل حيحه. السيد علي استعمل الدروقه ما مريض ما والو. انا هذه ثلاث ايام جات جابنا جام ضرب لي العايل ضرب العايل شبرو. قال له اجي يا هشام علاش قلتني ما انا كنسرق لك الحديد ونسرق لك هادي. قال له لا شدو ضربو جاتنا عندي رغبتني. قلت له الله يسامح بالحق ما يعاوداش. جا باه قال لنا ادت لي الجاره ديالي اللي درويشه غنمشي نجيب لها المخزن. ملي مشى جاب لي المخزن وجا دخلت عليا تنضر. قالت لي بالله ومشيت دعيتي ابني وحبستيه لي يا تيخرج ويقتلك انتينا وستاد ولادك انت شني عندك عبره جات والله حتى قتلك. انا خافت وجلست في الدار. دابا هذا النهار اليوم دازت ثلاث ايام النهار اليوم انت شوف شنو عمل الراجل ديالي. الراجل بين الحي والموت ما عمل حتى شي حاجه. ماشي يجيب الخبز ماشي يجيب الخبز من الفران باش نتغداو. وانا راجلي درويش ما فيه لا مشاكل لا والو. من الخدمه للدار من الدار للخدمه راه كيعرفوه الحي كامل. فين كيشتغل واصل؟ فين كيخدم؟ خدام في البني في البني في البني كيخدم حتى لحد ما كيجلسي حتى اليوم باش يعمل لي براد التلقيح. انا سمعت الغوت بزاف سمعت الغوت هوت لنجري نجبر الراجل ديالي من الطياح ويا خور هرب عشي شويه حق ملي جبت الراجل للسبيطار ساعه قداتو يما يهرب. السيد ما مرضتي واش اللي مرضت كيشبها الفلوس ويسافر والام ديالو قول لي شوف الا دعيتي لي ولدي راه يدوز شهر ولا شهرين ويخرج يذبحك انت وولادك. حنا سطاح على سطاح. انا عندي ستاد وليداتي الدار على دار عدارة علي على دار. كتقول لي عيجي عاد تسيب لك من سطاح من سطاح وعاد تدخل يذبحك انت وولادك. دابا ما تدعيش اليوم تقول لي ما تدعيش غدا تقول لي. وانا دابا نطالب الحق بالراجل ديالي راه تعدى عليه لا دون سبب. ما مريت ما والو. افتح له وجهه مره افتح له وجهه مره تسنانو بقاو كيبانو من وجهه. ضربه خطيره خطيره وراه في الانعاش فالخطر وراه في الانعاش. دابا كنطالب العداله في حقك والامن يشبر هذا السيد هذا اللي هرب في اقرب وقت. الا ما شبروش راه غيجي يفرسني انا وولادي. وانا ما عندي لين نمشي انا ما عندي لين نمشي حتى شي بلاصه. انا ما عنديش اللي يخلص لي الكره باش نخرج من ديك الحق. انا في الدار ديالي وما نقدرش نسمح في داري ونمشي نحوم اخرين نكري شكون غيخلص لي الكره. شوفوا الام ديالو كذلك. تفضل تينا في سبيل الله موقع ندلك. والله انا نوريك بس. ها السلام عليكم. انا نطلب حق ابن الحبيب ديالي اللي غصبه لي وقطعوا له وجهه وقطعوا له فخده رجله. وانا نطلب حقه حق وليدي اللي خلى ستاد دراري ودابا كلهم صغار ما عندهم اللي يخدم عليهم كلهم الحبايب باقيين صغارين. وانا بني ما عندي مرات بني ما عندها لا يمشي. دابا باش يبقى في الدار عايجي يفرس الفليس ويماه زايده معاه. النهار جبروا وحديته عاد تفرجوا لي لهم. وانا طالبه من الله ومن المخزن ها
حقوق اللي عطيني حقي وحق من الحبيب ديالي. بلي ما يدعش حق بلي ما يدعش الا ضاع الحق. وليدك مسكين خدام طالب العاش وتعدى عليها تسع ساعات تعدى عليك تعدى عليها الحبيب. هو مسكين ولا يستعمل على البسطيات محمق ما يستعمل البسطيات محمق ما والو محمق شي. احنا الله يهدينا احنا نقولوا الحق في ولادنا جالسين غصبوا عباد الله وهي هي كتسردوا. علاش هرباتو؟ خلي المخزن يربيه. عطاتو الفلوس وصيفطاتو الكراف. هادشي معقول؟ كتعاون مع ابنها. كتعاون مع ابنها، ابوها مسكين اللي يقول عباد الله كيأذيني. اشنو؟ والله تعالى. وليداتهم مساكين كيبكيو على باباهم. كلهم صغار. كلهم ستيتوين. كلهم صغار ما عندهم شي دابا راهم دابا بلجل عليهم بالسوارز وهم الصابعة يهنيهم. ما يروحش الليل ويجي نيالهم. هو دابا باغا تشوف برشي طول ما يتشوف برشي وانا في الخطر. هو الخطر على ولادي وعلى دار. انا هذا السيد طول ما يتشوف برشي وانا في الخطر. انا في الخطر انا وولادي. سطاح على سطاح تسيب عليا وانا ما عنديش باب سطاح وما عنديش باش نعملها. وعيطح لي على باب سطاح ويا ودي ذبحني انا وولادي. انا جالس انا وستاد ولادي. دابا الراجل هو في محمد الخامس بين الموت والعيش. اقرب وقت انايا ما عنديش باش نمشي تما. ولادي مبلج عليهم تما وانا جالس في محمد الخامس. تيشوف المخزن شمن حال يعمل لي. انا يعمل عليه القبض راه ماشي يدخل يفرسني انا ووليداتي. راه ما حمق ما والو كيستعمل باسطيات والدروقه. ويلا كحمق نعطيه مال الفلوس دابا صح وتسافر. راه جالس يتنى. يماه كتساهم معاه يماه كتعاون معاه. وخباه جاب له المخزن قاتلو سير هرب. وانا كنطلب الحق. هاد راجلي اللي خلاني استاد الوليدات هذا ما يهز هذا. هذه قناة شوف تيفي كنت معنا بهذا المباشر من طنجة وواقعة صعصع اللي اعتدى على أب لستة أبناء بحي المرس بمقاطعة بني مكادة وتسبب له فيه عاهة مستديمة. والزوجة ديالو حكت لينا تفاصيل صادمة وقالت بأن الزوج ديالها مشي يعمل الجرعة الثانية من التلقيح ضد كوفيد 19 وتلقى ليها تصعصع وضربو بالجنوية وبغى القانون ياخذ ليها حقها باش يتم القبض على هذا الجنين الذي مازال في حالة فرار. ألقاكم في مباشر آخر مشاهدينا الكرام. إلى اللقاء.